السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام. كما كتشوفوا في الخلف ديالي خليت مؤسسة مولاي علي الشريف وخلينا سنابل الخير، وكما كتشوفوا الآن هابط جيت الحي الصناعي، عملية هدم كبيرة عرفاتها هذه النقطة بالذات، عملية تحرير الملك العمومي. صراحة برافو للساكنة اللي كان واحد التفاعل إيجابي، وكما كتشوفونا في الجنبات ديال مسجد الأنوار صراحة الصورة تغيرات تبدلات الأمور، وصراحة هادشي كيبشر بالخير. لكن مطالبنا مطالب شرعية واضحة، رسالة للجهات المسؤولة بمدينة تمارة. أكيد الناس جاية تخدم وجاية باش تزيد بالمدينة القدام، وهذه هي النية ديالنا فيهم. فاليوم كنقول لكم السلطات المحلية دارت اللي عليها وحررات الشارع من بعض الامور اللي ما خصهاش تكون فيه، ربما كنهضر على ازيد من 20 سنه او 30 سنه، وكنا كنشوفوا اسوار هنا في الجنبات ديال التروطوار. فاليوم تم تحرير الشارع، واليوم كنبغيو نقولوا للجهات المسؤوله رجاء بغينا التوسعه ديال الشارع، لانه هنا الطريق كتزير شي شويه، وكنقولوا كما كنقولوا باللغه ديال الشارع او بالعاميه الوقت محاكه في هذا الشارع هذا. فالله يجازيكم بخير، ما كرهناش نشوفوا التوسعه ديال الشارع عما قريب. السلطات المحليه دارت اللي عليها، فبقى الدور هنا على المجلس انه يباشر الاشغال ويعطيونا شارع يليق بهذا السيكتور هذا اللي كيطلع هنا من جهه الحي الصناعي. هنا كما كتشوفوا معنا هنا الحي الصناعي هنا في الجنبات، وهنا غادي نحاول نقربكم من زاويه اخرى من عمليه الهدم اللي عرفاتها هاد النقطة بالذات. هنا مسجد الأنوار، واليوم الجمعة، اليوم الجمعة، واللي صراحة كما كنعرفوا في وقت الصلاة هنا كتوقف الطريق، خصوصا اللي كانوا يعني الناس كيبيعوا ويشريوا هنا، كيجيو الناس بالسيارات ديالهم كيبغيو يبلاصيو ما كيلقاوش فين يبلاصيو. فهنا كتشوفوا مخلفات عملية الهدم، كنقولوا الجهات المسؤولة كذلك انها تحاول تحيد للناس هاد الشيء هذا باش اللي غيريق الامور تقدم باب الله ييسر ليه ويقاد اموره كما بغى هو. فكنتمناو من الله ان نشوف الطريق توسع شويه باش الناس كذلك تلقى فين تركن السيارات ديالها، خاصه الساكنه تلقى فين تحط السيارات ديالها، يعني نزيدوا بالشانطه شويه باش الناس تلقى فين تحط الطوموبيله ديالها، والله يسخر الامور يا ربي. اللهم يسير، وتحيه لخويا عمر الصديق ديالي وجميع الاخوه اللي كيتبعونا، فنتمناو من الله الخير والتيسير، والله يسعدكم وييسر لكم في هذه الايام المباركه ايام شعبان، والله يبلغنا رمضان. دائما مباشره من مدينه تماره كنشوفوا التغييرات وملامح التغيير انطلقت. كبر الدوره مول الطاكسي يا صاحبي، طريق السلامه للجميع. وكنبغي نقولوا الاخوان السائقين والسائقات كل الحيطه والحذر بمدينه تماره بصفه خاصه. علاش؟ لان كنشوفوا اشغال في نقاط مختلفه في المدينه، فردوا بالكم وهادشي كامل من اجل السلامه ديالكم. حفظكم الله ورعاكم متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.